بكم أحبائي أطفال الروضة الأولى مع المشروع الرابع صديق الكتاب مجال العلمي رياضية. نشاط اليوم عنوانه اكتشاف مفهوم التناظر. اليوم أحبائي الصغار سوف نتعرف معا على اكتشاف مفهوم التناظر. هل أنتم جاهزون؟ علينا أحبائي أن نضع الكرات في الجدول الثاني في مكانها المناسب على أن تكون مطابقة للجدول الأول. إذن علينا أن نضع الكرات في الجدول الثاني على أن تكون مطابقة للجدول الأول. ماذا لدينا؟ كرة خضراء، كرة زرقاء، كرة زرقاء، كرة برتقالية، كرة برتقالية، كرة خضراء. أحسنتم. أكمل الرسوم لتحصل على النموذج نفسه. سوف نقوم بحل بطاقة، لذا أحضر الكتاب وقلم رصاص وممحاس. التعليمة هي أربطوا الأشكال المتشابهة، الرمز هو أربطوا. عملا موفقا أحبائي، وأنا بانتظار أعمالكم، وإلى اللقاء.